لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 3 فبراير، والنهاردة القمر موجود في برج الجوزاء من الساعة 1:30 الظهر. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الثور، والمريخ في القوس، والمشتري وزحل وبلوتو التلاتة في الجدي، وعندنا كمان الشمس وعطارد في الدلو، وفينوس ونبتون في الحوت. وعندنا النهاردة في حالة فلكية مهمة أو نقلة فلكية مهمة، عطارد بيسيب الدلو وبيتنقل لبرج الحوت الساعة 2:45 الظهر. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، ده بيساعدكم انكم توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، اجتماعيا ومهنيا وعائليا وكمان عاطفيا. بشوف انه النهاردة عندكم قدرة انكم تعملوا او تحققوا نتائج رائعة في الشغل خصوصا، وفي توطيد علاقتكم بالاخرين. كمان يوم مناسب انكم تعملوا انترفيو في شغل، او تطالبوا بحقوق، او تتكلموا بخصوص او حاجة تهمكم، او تعرضوا فكرة مهمة. عموما عندكم قدرة على الاقناع وتأثير في الاخرين جدا، وتعرفوا انكم تتفاوضوا كمان على حقوقكم كويس. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. عندكم النهاردة القمر في المنزل الثاني، ده ممكن يخلي تركيزكم اقل شوية، فمهم انكم تدرسوا كويس خطواتكم وتكونوا حذرين، تراجعوا كل خطوة عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب ليكم في خسارة. مهم كمان على الصعيد المالي انكم تحطوا خطة متوازنة للصرف، وتحاولوا توازنوا ما بين دخلكم ومصاريفكم، يعني مطلوب منكم الحذر على الصعيد المهني والمالي الاثنين. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. النهاردة عندكم القمر في برجكم، ده بيديكم سحر وتألق وجاذبية وقدرة على السيطرة، وتعرفوا تعبروا كويس عن افكاركم، وتعرفوا انكم تأثروا جدا في كل اللي حواليكم وتثبتوا وجودكم، وتلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم للأسف القمر في منزل الصحة السلبي، وده ممكن يخلي يعني ممكن وليد السرطان يكون طاقتكم اقل شوية. حاولوا انكم تاخدوا قسط وافر من الراحة، حاولوا انكم ما تتسرعوش في حركتكم، وحاولوا تنظموا جهودكم واولوياتكم عشان ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان النهاردة انكم تحافظوا على السرية والكتمان، وما تعلنوش عن خططكم، وتجنبوا الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم، ده بيساعدكم انكم تتصرفوا بذكاء، وبيدعمكم خصوصا على الصعيد المهني والاجتماعي. فالنهاردة يوم مناسب انكم تعملوا تنمية لأعمالكم، وتعرفوا زي ما قلت تتصرفوا بذكاء، تقوى علاقتكم باللي حواليكم، وتعرفوا كمان تحصلوا على دعم من زملاء في العمل او رؤساء في العمل. كمان اجتماعيا ممكن تقضوا اوقات حلوة، وممكن تظهر لكم فرص كويسة من خلال العلاقات الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم النهاردة القمر في وضع معاكس، مهم جدا انكم تحاولوا تسيطروا على انفعالاتكم، وما تسيبوش نفسكم للغضب وللعصبية، ممكن تكونوا عرضة ان حد يستفزكم، فحاولوا تكونوا متماسكين وهادين قدام اي استفزاز. في الشغل مهم تنظموا افكاركم واولوياتكم وجهودكم عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم.
نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، ده بيديكم حظ على كل الأصعدة إن شاء الله. ممكن تحققوا مكاسب مالية، عندكم كمان حب للمعرفة، وممكن تزودوا معلوماتكم، وده هيساعدكم على التطور وتعرفوا تثبتوا وجودكم في العمل جدا. كمان في السفر عندكم حظ في السفر، أو في السعي أو في التخطيط لسفر. كمان لو بتتعاملوا مع جهات خارجية عندكم فرص انكم تعملوا تواصل أفضل مع جهة خارجية. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، وده بيديكم حكمة في إدارة أموركم المالية. عندكم يوم مناسب للبيع وللشراء، تقدروا تاخدوا قرارات موفقة. وعموما عندكم استعداد انكم تنموا مدخرات او املاك، وتعرفوا تخططوا كويس عموما لمستقبلكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في مواجهة برجكم، ده بيديكوا شوية ميل للعصبية، فحاولوا انكم تتحكموا في عصبيتكم، وكمان ما تتسرعوش في قراراتكم. ممكن تكونوا مشوشين ومشتتين، اصبروا علشان تدرسوا كويس. النهاردة المغامرة مش في صالحكم، حاولوا تهدوا وتحسنوا التعبير وتحسنوا القرار بانكم تدرسوا كويس كل حاجة، خصوصا لو بتوقعوا اوراق او مطلوب منكم تاخدوا قرارات في امور مالية او مهنية او شخصية. كل الحاجات دي لازم تدرسوها كويس قبل ما تدوا قرار. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر في منزل الصحة الإيجابي ومنزل العمل الإيجابي. مواليد الجدي النهاردة تقدروا انكم تنظموا جهودكم بصورة سليمة، وتعرفوا توظفوا جهودكم كمان في اتجاه سليم. عندكم طاقة ونشاط وحيوية، وكل ده هيساعدكم تعملوا شغلكم على اكمل وجه. نروح بعد كده لبرج الدلو، والنهاردة القمر موجود في منزل الحب بالنسبة للدلو. ده بيديكم طاقة عاطفية، وبيديكم قدرة انكم تعبروا عن مشاعركم بطريقة مؤثرة، يعني ممكن تأثروا جدا في الجنس الاخر، وكمان تقضوا اوقات حلوة مع الأحباب. كمان لو عندكم أولاد هيكون يوم مناسب جدا لتوطيد صلاتكم مع الأولاد، أو أنكم تعرفوا تتفاهموا بصورة أفضل مع أولادكم. كمان في الشغل تقدروا أنكم تنجزوا أعمالكم على أكمل وجه. عندكم طاقة وحماس، وتعرفوا تحصلوا على التقدير لكل عمل بتقوموا بيه. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم للأسف القمر في وضع معاكس معاكو، مهم جدا انكم تاخدوا بالكم من علاقتكم بالآخرين على كل الأصعدة، مهنيا واجتماعيا وعائليا. مهم انكم تتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او اي جدال ممكن يؤدي لصدام مع اللي حواليكم. مهم كمان انكم تقاوموا اي مشاعر سلبية او اي روح تشاؤمية بتسيطر عليكم، عشان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم وفي حياتكم. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.